بالعودة إلى سؤالك محمد، نعم مساران متقابلان أو متقاطعان. المسار الأول هو المسار الدبلوماسي، مسار استعادة الأسرى الإسرائيليين عبر الجهود السياسية، وبدأ تحرك يطرأ على هذا الملف خلال الساعات الأخيرة، خصوصا بعد قتل الجيش الإسرائيلي لثلاثة أسرى إسرائيليين في حي الشجاعية تمكنوا من الفرار من الأسر. تفاصيل القتل صدمت وأحزنت الإسرائيليين بشكل كبير جدا. بدأت مطالب ترتفع من عائلات الأسرى الإسرائيليين للضغط على الحكومة الإسرائيلية للعودة إلى التفاوضات. بدأت هناك إشارات أولية وتحركات أولية من الحكومة الإسرائيلية أنها بدأت بالتواصل مع الوساطة القطرية لتحريك ملف الأسرى. لا تزال في هذه الاتصالات في المراحل الأولى، ولو أن الحكومة الإسرائيلية على ما يبدو تراجعت عما كانت تصر عليه خلال الفترة الماضية ألا تبادر هي إلى أي مقترح أو إلى أي طريق أو مسار للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين أو لصفقة تبادل أسرى، وأن تسمع مقترحات من الوساطة القطرية. لكن على ضوء الضغط من عائلات الأسرى الإسرائيليين ومن الإدارة الأمريكية، بدأت الحكومة الإسرائيلية في دراسة مقترحات لتقديمها للوساطة القطرية، ويدعي مصدر سياسي إسرائيلي للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن المقترحات الإسرائيلية يجب أن تكون جدية ويجب أن تزلزل يحيى السروار لتدفع حركة حماس للتنازل عن شروطها لاستعادة المفاوضات، وهي وقف الحرب على قطاع غزة. حتى الآن من غير الواضح إلى أين وصلت هذه الاتصالات، لكن بحسب تلميحات إسرائيلية لا تزال في بداياتها.